عليها محمد حمادة. منطقة ولاد حبابة جنوبي ولاية سكيكدا من المناطق التي قدمت الكثير إبان الثورة التحريرية، ولا تزال شواهد عدة شاهدة على تاريخ هذه المنطقة، مثل المحتشدات التي تفنن المستعمرون فيها في تعذيب الجزائريين. وكان مركز التعذيب هنا، يجيبوا الشعب والله يحكموا مجاهدين، يجيبوا من يعذبهم ويقتلوهم، اللي يلبس معاهم معناه البس، اللي ما يلبس معاهم يقتلوه، ضربوا ما وقتلوا وترسيتي دون حتى ترسيتي، قلت لك حتى بالسيلان مشوا كذاك يكتفهم به. مراكز التعذيب هاته أقامها المستعمرون هنا بعد أن أذاقه المجاهدون الأمرين، وما حطام هذه الطائرة إلا دليل على الخسائر التي تكبدها والمعارك الضارية التي دارت هنا. طائرة الهليكوبتر هذه تعود الوقائع تاع الإسقاط تاعها للمعركة كفا والنار الكبرى، معركة كفا والنار الكبرى التي جرت وقائعها سنة 1960 ذاك، لكن هي سقطت تحت ضربات المجاهدين آنذاك، وراهم عانوا حصار كبير هؤلاء المجاهدين يعني في هذه المنطقة، راهم عانوا حصار كبير دام لأيام. إذن هي آثار وشواهد، وإن دلت على شيء فإنها تدل على ما قدمته منطقة ولاد حبابة إبان الثورة التحريرية، وما قدمه سكانها والمجاهدون الذين مروا من هنا من تضحيات جسام، لكنها اليوم تعاني الفقر والتهميش. لا يزال الزائر لمقبرة طنزة ولاية خمش لا يستذكر تاريخ المنطقة كونها واحدة من الشواهد على بطولة الشعب الجزائري، إلا أن هذه المقبرة تعاني الإهمال بسبب تقاعس السلطات حسب شواهد أعين. التقرير لعمر عمري ووردة قشيش. مقبرة شان تقومة الواقعة ببلدية طنزة ولاية خنجلة، والتي تضم أزيد من 450 شهيدا معظمهم قادة ضباط ورموز كفاح خاضوا أشرس المعارك ضد الاستعمار الفرنسي. احنا في ليلة أول نوفمبر هاك تشوف العلامات تاع مقبرة شان تقومة، هذه مقبرة أول مقبرة في على مستوى التراب الوطني، فيها 480 شهيد، فيها الضباط الملازم الاول خلاف بشير، فيها اول شهيد اول مجاهد في 1954 هو جريدي بالقاسم. هذه المقبرة اليوم نموذج للإهمال وتقاعس السلطات والهيئات ذات العلاقة بالثورة، والتي لم تحظى بالتفاتة بسيطة منهم عشية الاحتفال بذكرى ثورة نوفمبر المجيدة. الإعلانات ما يجيبونيش حتى نهبطنا البلدية نجيب، المهم انا ديك راريت عييت، الباب كان بلا الكادنه، انا رحت لها البلديه جبت له الكادنه ودرت له السلاسل، جبت له السلاسل من الدار نتاعي، المهم راهي كاينه الدواء بيدخلوا. هذا المكان المقدس الذي ينام فيه الشهداء الابرار والذين ضحوا بالنفس والنفيس من اجل ان تحيا الجزائر حره مستقله، فهل من التفاته؟ فلاحيا إنتاج الزيتون واحدة من الشعب الهامة التي تتوزع على منطقي جديوية وإلل بولاية غليزان، وتزامنا مع انطلاق حملة جينيا الزيتون تتوقع المصالح الفلاحية للولاية بإنتاج أزيد من 390 ألف قنطار بمردود يفوق 51 قنطار. التقرير لحمزة زروقي ونجمة بكرش. أزيد من 390 ألف قنطار بمردود يفوق 50 قنطار في الهكتار هي توقعات مصالح الفلاحية لكل من منطقتي جديوية ويلل بولاية غليزان من إنتاج الزيتون، منها ما يقارب 380 ألف قنطار لزيتون المائدة وأزيد من 5400 قنطار لزيت الزيتون. توقعات الإنتاج تاعنا لهذا العام نتوقعوا 394,930 قنطار، بما بين فيها 389,885 قنطار زيتون المائدة و 5045 قنطار زيتون الزيت، بمعدل المردود يتقدر ب 51 قنطار في الهكتار. ولأن المشكلة الرئيسية لفلاحي هذه الشعبة هي مياه الصقل، تم تخصيص أزيد من 112 مليون لتر مكعب من المياه الموجهة للسقي الفلاحي
والشعب الأخرى. حملة السقي والري الفلاحي لهذه السنة الكوطة الألوي اللي طاوها لنا وزارة الموارد المائية قدر ب 112.5 مليون متر كوب متر مكعب، مقارنة بالسنة الماضية كان عطاونا 95 مليون متر مكعب. يعني الماء الحمد لله يا ربي راهم كافي متوفر. كاستراتيجية لرفع الإنتاج والرقي بهذه الشعبة تم غرس أزيد من 600 هكتار من الزيتون، هذا ما تهدف إليه مديرية المصالح الفلاحية لتصبح ولاية غليزان رائدة في إنتاج الزيتون. تعد والتندي من الآلات الموسيقية والتي تعرف فقط عند التوارق، مكونة من قطعتين الأولى من جلد والثانية من قماش، تصدر أصواتا متناغمة، فهي هوية الترقي الأصيل. عبد الرزاق حاجي وحميد عوتي. كثيرة هي العادات والتقاليد التي يتميز بها جنوبنا الكبير، منها المادية وغير المادية، على غرار تندي آلة موسيقية تعرف فقط عند توارق، فهي مشكلة من قطعتين الأولى من جلد والثانية من قماش، تصدر أصواتا متناغمة في قمة الروعة. كموروث ثقافي لنا ونفتخر به نحن كتوارق، وموروث جد عريق في هذه المنطقة وموروث كذلك سياحي. الجلسة يزيدها جمالا منظر النساء المتزينات بالألبسة التقليدية المشكلة بحلقات كثيرة يعزفن على آلات التندي. هذا الإرث هو من بين الأشياء الموجودة بهذه المناطق، كاين تندي، كاين إلوجان، كاين تزنقرات، جاقمي، كاين عدة يعني نشاطات ثقافية أراه موجودة. السلطات طالب فيهم معناها معاونة، ما دام شاد التقليدية نتاعنا وشادين التقليدية نتاع ثقافية أهنت، ما دابينا يعاونونا يقيمونا. آلة التندي هوية الترق الأصيل، واحدة من أهم المميزات والوسائل التقليدية التي لا زالت تصارع الزمن من أجل البقاء، خاصة أن رياح التغيير تضرب بشدة وتريد التغيير. ختام الموعد المحلي، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، وتحية الجزائر حرة مستقبلا.